اللي هي الشبكة الهيدرولية. ليه؟ بلوط الأرقام، هذه الإنجازات اللي تمد ولا المشاريع اللي سجلتهم الدولة الجزائرية توصل مبالغ إلى 8 ملايير دينار جزائري من أجل تهيئة وخرسنة أكثر من 43 كيلومتر من الأودية والشعب. حاليا رانا أنجزنا 32 كيلومتر والباقي سيتم إنجازه خلال هذه السنة. قامت مديرية الري بتهيئة وخرسنة عديد من الأودية، من بينها الواد المتواجد بالعلاليق، منطقة دائرة البوني، المنطقة السفلى التي تعتبر كنقطة سوداء للفيضانات. المشروع يعتبر في نهايته، إذ أن الأشغال 70% منها قد أنجزت على أرض الواقع. يبقى هناك نقطة الربط ما بين الرواق سكة الحديدية والمصب الرئيسي سيبوس. درنا دراسة حماية حي عيب عمار ككل من الفيضانات، بدينا بالمجرى الرئيسي لعيب عمار، هذا اللي تفتل في الجزء هذا اللي الأشغال جارية حاليا فيه، وهذا هو اللي يعتبر أكبر واد في عيب عمار. وهذا الهدف من هذه العملية، حماية الحي ككل وحماية الطريق الوطني رقم 44 من الفيضانات. المشروع هذا يدخل ضمن برنامج استعجالي لحماية عنابة من الفيضانات الذي سجل على مرحلتين، سنة 2019 و2021، وكان من بين النقاط السوداء التي تم تسجيلها الموقع هذا اللي يعتبر نقطة سوداء في سيران الطبيعي للمياه الأودية. هذه النقطة تشمل ربط بين اثنين وديان، واد بوجمعة وواد الفرعي الثاني اللي يأتي من عين الشهود بوزعرورة. الأشغال راهي منطلقة هنايا وصلت النسبة تاعها 65% حتى 70%، وحنا نأمل أنها تكون تنتهي خلال قبل نهاية هذا العام.